السلام عليكم. النهاردة يا جماعة هنعمل مع بعض كيكة سميد، وهنبدأ بسم الله. هنعمل الشربات، هنحط كوباية سكر، عليها كوبايتين من المية، هنحط عليها نص ليمونة، وهنحرك كويس. طعمها جميل جدا يا جماعة، جربوها كتير، تحفة 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 تحفة، ان شاء الله تعجبكم. ممكن تعملوها في اي صينية، بس تكون صغيرة مش كبيرة قوي. حطوها طبعا 10 دقايق على النار، الشربات مش اكتر، عشان انا عايزة شربات خفيف. هنحط هنا بيضتين، 2 بيضة، هنحط نص كوباية سكر، واحدة فانيلا، عايزين سائل مش مشكلة براحتكم، ضربي بقى شوية كده. سلامي سلامي سلامي. حطي بقى بشرة ليمونة، بس اوعي تاخدي خد يعني اللي بره بس، الابيض لا، الابيض بيمرر يا جماعة، ان كان في الليمون او البرتقال، دي معلومة. يعني مش بيبقى في ابيض جوه بعد البشر، في حته بيضه كده ما تاخدهاش. تمام، ضربوها كويس لغايه ما تبقى كده. انا هحط ربع كوبايه زيت، نص كوبايه حليب، هنحط جماعه 4 معالق كبيره من الدقيق المنخور. طبعا انا قايساهم من قبل كده، 4 من المعالق الكبيرة، 4 معالق اللي هو الاكل يعني. هنحط هنا دي كوباية سميد يا جماعة. تمام، خليت شوية عشان ما تبقاش تخينة، اتأكد بس اللي هي المقدار المظبوط. احط نص معلقة بيكنج باودر، ويدوبك طرف معلقة، يا اما تستغنوا عنه مش مشكلة، في بيكنج سودا، يا اما بلاش براحتكم، اللي عايز يحط يحط الاتنين زي ما انا عملت، يا اما حاجة واحدة، ما فهي هي تديكي نفس المفعول خالص، عادي عادي عادي. طبعا عندي المقدار، الكوباية هي طلعت المظبوطة، اعملي نفس المقادير يا جماعة. بس كده مش هنضرب كتير، هي كده. هنجيب بقى صينية مدهونة، حطي بقى اللي انت زبدة، عايزة زيت، عايزة سمنة، براحتك اللي انتوا عايزينه. حطي بقى معلقة من الدقيق، بس عشان بس ايه ابودرها وما تمسكش من تحت، عشان طبعا دي باين عليها هي خفيفة وممكن تتحرق من تحت بسرعة. تمام كده، هنحطها يا جماعة في الفرن لمدة 15 دقيقة، 170 يعني ربع ساعة. ممكن تستغني عن البتاع اللي في النص دي خالص، مش موجودة مش مشكلة، حطيها على اي صينية عادية، بس عشان بس تعمل شكل وخلاص على كده يعني، يعني حركة كده. نعمل حركات مع بعضينا، بس الصراحة طلعت حلوة تحفة. نحطها على 170 درجة حرارة الفرن لمدة 15 دقيقة. تمام، ده خبطين كده حلوين عشان تتساوى بس مع بعضيها. بس دلوقتي بقى هنعمل ايه، اللي هو الكريمة بتاعتها بتاعت الليمون. هنحط ربع كوباية سكر، يا اما 4 معالق سكر، حط عليها بيضايه، مش اكتر من بيضه يا جماعه، عشان هي هتبقى وحشه اكتر من بيضه، هي بيضه واحده كفايه. اضربيها كويس، تمام كده. حط معلقه من النشا على الحليب وندوبه، عشان ما يكلكعش بس ايه في على البيض.
طبعا ده بيض، ايوه دوبيها شويه كده وحطيناه على ايه الجميل ده. بس اديها لفه كده، حطها على نار متوسطه. عصري الليمونه، عصري الليمونه اوقف بيها. هروح فين؟ عصري الليمونه يا ماما. ايوه عصري الليمونه، سلام طعمها لذيذ لذيذ لذيذ. اعملوها والف هنا والف شفا يا جماعه. لو تخنت منكم قوي قوي حط عليها شويه ميه ولف وسخنوها وحطينها ايه، او اول ما تخرج الكيكه وتشرب بالعسل الاول السخن، يعني هي طالعه سخنه. فاحنا طبعا عملنا الاول ايه الشربات صح، قوم ايه حاطين كوبايه حلوه كده محترمه على الكيكه. لو محتاجه اكتر حطوا اكتر، بس هي كفايه كوبايه واحده لا اكتر ولا اقل. احط معلقه زبده عشان بس تدي لمعه، ده طعمه برضك حلو. ايوه كده حركه حركه زبده، حركه زبده. طب عشان هي الزبده ما دابتش معايا فانا هحطها بس ثانيه، مع اني حطاها على كان سخن، يعني هو كان سخن مش عارفه ليه، فعشان كنت لسه طلعها بس من الثلاجه فقلت احطها ايه ثانيه بس على ايه على النار تاني ثانيه بس. لو تخنت قوي منكم، لو انت مش بتحبش الحاجه تخينه يا جماعه خليها خفيفه، يعني دوبك 3 معالق ميه مش تخف كمان، تبقى زي العسل. تقوموا حاطينها في الاخر ايه على الكيكه. لو انت عايزين تعملوا تحطوها في قصاص حلواني ما تخليهاش خفيفه، خليها زي ما هي تقيله تمام، لو هتشكلوا بيها حاجه. بس يا جماعه بقى ارجو ان انا عملت يكون اهي دي طالعه سخنه، اهي شوفي طالعه سخنه. مش عارفه ليه انا بحب انهار على نفسي وامسك الحاجه سخنه، يعني مش عارفه ليه مفيش صبر عندي حول قوه الا بالله. المهم بقى نحط عشان نحط الشربات وهي لسه سخنه عشان تشرب كويس تمام. صدقوني يا جماعه طعمها رائع، اللي هنا والشفا. ولو عملتوها هتعملوها على طول ان شاء الله. مش لازم تعملوا الطبق زي في النص زي ما انا عملت كده، ممكن تعملوها زي كيكه عاديه خالص او كب كيك زي صغير كده تفرقوه فيها عادي براحتكم تمام كده. طالعه هي ما شاء الله جميله، و زي ما انتم شايفين كده معايا. ربنا يعلم ان انا عندي مصداقيه، لو حاجه طلعت وحشه والله العظيم ما بنزلها نهائي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد بقى ايه، بصي هي تخينه ازاي عشان انا عايزه احطها في كيس الحلواني وام ايه مشكله بيه. لو انتم مش عايزين ممكن تعملها بالمعلقه كده خالص، يعني تدهنوا بيها وخلاص على كده. عايزين تحطيها في تحط الكيكه في الكيكه دي، حطها عاديه خالص في قلب اللهم صل على النبي، في قلب يعني في قلب اي صينيه اي حاجه موجوده عندنا يا جماعه. مش لازم نعمل زي الموجوده على قدامنا كده، الموجوده بالموجوده اي حاجه نعملها عشان حتى ايه تغيير، بدل ما نشتري من بره حاجه بقت الواحد بقى يخاف يجيب حاجات من بره. انتوا عارفين يا جماعه الحاجه من بره ما بقتش ايه امنه نهائي، يحطوا بقى في حاجات صناعيه كتيره فبلاها اي حاجه بلاها وجع قلب لاولادنا. وربي يجعل اولادنا باحسن حال يا رب العالمين. زينتها كده باي حاجه بقى انتوا عايزين، مكسرات بقى سوداني، ما تعملوش خالص سوداني، حطوا شويه جوز هند فوق الوش، اللي انتوا عايزينه اللي انتوا عايزينه. الف هنا والف شفا. وبكده انا يا جماعه خلصت. لايك واشتراك في القناه واعجاب اوعى تنسوا تمام. مع السلامه.